السلام عليكم. هنكمل كلام عن الكراد اوبريشنز. قبل ما نبدا، انا جيت هنا في الداتابيز وضفت 2 دوكمنت جداد، النيم احمد والايج 18، وهنا النيم محمد والايج برضو 18. اللي انا عايز اعمله دلوقتي او في ثالث اوبريشن عندنا وهو الابديت، اللي انا اعمله ان انا هكتب هنا النيم واكتب الايج الجديد، والمفروض لما اضغط سبميت هيروح يغير الايج بتاع اليوزر اللي انا كتبت الاسم بتاعه. انا هنا طبعا في الجيت انا بجيب كل الدوكيمنت، بقول له فايند وبجيب كل الدوكيمنتس وبعرض عندي بالفور زي ما عملنا في الدرس اللي فات، لان بعمل عليهم لوب وبعرضه. طيب عشان اعمل ابديت بستخدم ميثود اسمها ابديت 1. في عندي ابديت 1 وابديت ميني. ابديت 1 من اسمها بتعمل ابديت لحاجه واحده بس. انا المفروض ان انا اعمل ابديت لدوكيمنت معينه، فالمفروض ان انا احدد الكويري اللي هيحدد لي الدوكيمنت ده، زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الاوبجكت اللي اسمه كويري اللي انا بمرره للفانكشن اللي هي فايند. قلنا ده اوبجكت بيجيب لي او بيحدد لي مواصفات للدوكيمنت اللي انا عايزه. هنا برضو نفس الموضوع، انا احدد مواصفات الدوكيمنت اللي انا عايز اعمل لها ابديت. طيب هل انا هعمل ابديت لاول دوكيمنت تطابق المواصفات ديت، ولا هعمل ابديت لكل الدوكيمنتس اللي بتطابق المواصفات؟ ابديت 1 بتعمل ابديت لاول دوكيمنت تطابق المواصفات، وابديت ميني بتعمل ابديت لكل الدوكيمنتس اللي بتطابق المواصفات دي. انا استخدم ابديت 1. نيجي اول حاجه بقول لك عايز الفلتر، الفلتر اللي هو الكويري اوبجكت اللي اتكلمنا عنه. انا اقول له هنا الفلتر بتاعك عن طريق النيم، والقيمه بتاعته هي الريكوست دوت بادي دوت نيم. ده كده الكويري بتاعي او الفلتر اوبجكت بتاعي. تاني اوبجكت عندنا بيقول لك ابديت، او في اللي هو الاوبشنز. احنا بقى نستخدم هنا الابديت او الحاجه اللي انت عايز تعملها بقى، العمليات اللي انت عايز تعملها على الكوليكشن دي. هو طبعا المفروض ان انا هعمل ابديت، فباجي جوه الاوبجكت ده في عندي بروبرتي اسمها دولار ست. دولار ست يعني دي بروبرتي جاهزة في المونجو، يعني حاجة محجوزة في المونجو. ان اول ما تشوف بروبرتي بتبدأ بدولار فاعرف ان هي موجودة جوه المونجو، يعني دي بروبرتي جاهزة المونجو، يعني متوقعها او متوقع ان انت تمررها. هنتعامل مع الحاجات ديت كتير قوي في اخر الدرس. طيب انا بقول له اعمل لي ست، والقيمة بتاعتها بتبقى اوبجكت، ويبقى جواه الخواص الجديدة اللي انا عايز اعمل لها ست. طيب انا عايز اعمل ست لايه؟ عايز اعمل ست للايدج، فانا اقول له اعمل لي ست للايدج، والقيمه الجديده بتاعته هي الريكوست دوت بادي دوت ايدج. فانا كده بقول له هات لي الدوكيمنت اللي النيم بتاعها بيساوي الريكوست دوت بادي دوت نيم، واعمل لي عليها اعمل لي ست للايدج. العمليه اللي انت عايز تعمل لي عليها الابديت بقى او الاوبريشنز اللي انت عايز تعملها، لا انا عايز اعمل عمليه ست، والعمليه دي بحدد القيم بتاعت الحاجات اللي انا عايز اغيرها. انا عايز اغير الايدج والقيمه الجديده بتاعته هي الريكوست دوت بادي دوت ايدج. فتعالوا نجرب الكلام ده. هعمل الرود الاول، قال لك جايب لي كل اليوزرز بتاعتي. انا هعمل مثلا ابديت لعلي، بدل ما هو سنه 20 اخليه مثلا 19، فانا اقول له النيم بتاعي علي والايدج 19. فلو جيت عملت سبميت لسه بيحمل، احنا ما بعتناش ريسبونس، لكن لو جيت في الداتابيز وعملت ريفريش هلاقي ان العلي الايدج بتاعه اتغير بقى 19. طبعا هو سترنج لان احنا ما حولناهوش لنمبر. طيب فالمفروض بقى ان انا حولته لنمبر، احط علامه الزائد، واجي هنا بقى جوه او بعد الابديت هقول له دوت زين لما تخلص ابديت من اللي مثلا الريزلت، ونشوف ايه الريزلت بتاعتي او هي بتعمل الريزلت بتاعتها ايه. فاقول له كونسول دوت لوج للريزلت، والريسبونس دوت ريدايركت على سلاش، واعمل سيف ونشوف تاني. اقول له سبميت، عمل لي ريدايركت السلاش والعلي بقى 19. ادي الايدج بتاعه، ونشوف الريزلت. قال لك ابسرت كاونت وماتش كاونت
يعني اوبجكت جواه مجموعة بروبرتيز كده. تعالوا نشوف هي ايه. ابسيرتس اي دي ملهاش لازمة. في ماتش كاونت وبيقول لك لا يعني دوكمنت واحدة بس او عمل ماتش لدوكمنت واحدة بس. يعني دي يعني هي اللي عمل لها ابديت. طبعا انا عارف انه يعمل ماتش لدوكمنت واحدة لان انا مستخدم اللي هي ابديت 1. لكن لو مستخدم ابديت ميني هتهمني بقى هو عمل ابديت يعني لكام واحدة يعني لو انا عايز اعرف. طيب جميل. ده كده بالنسبة لتالت اوبريشن معانا وهو الابديت. رابع اوبريشن والاخير وهو الديليت. ديليت انا بحذف الدوكمنت بتاعتي او بحذف حاجة من الداتابيز. برضو لازم احدد ايه الحاجة اللي انا عايز احذفها. فبرضو الميثود اللي هي بتعمل ديليت هتاخد مني الكويري اوبجكت بتاعي. طيب ايه الميثود اللي بتعمل ديليت؟ عندي ميثود اسمها ديليت 1 وفي ديليت ميني. من اسمهم ديليت 1 هتحذف حاجة واحدة بس، ديليت ميني هتحذف كل الدوكيومنتس. انا هقول له ديليت 1 ونشوف برضو الريزلت بتاعه، واحذف برضو عن طريق النيم. فانا هاجي هنا مثلا وهقول له احذف لي مثلا احمد، والايدج طبعا مش محتاج ان انا احدده يعني. قول له سبميت، رجعني للهوم وحذف لي احمد من الداتابيز. حتى لو جيت في الداتابيز وعملت فريش الاقي ان الدوكمنت بتاع احمد اتحذف، وجاي لي هنا اوبجكت بيقول لك الديليتد كاونت بواحد، يعني انا حذفت حاجه واحده بس. طبعا انا عارف ان احذف حاجه واحده لان انا مستخدم ديليت 1. وهما دول كده الاربع عمليات بتوع الكراد اوبريشنز. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، الفلتر اوبجكت بتاعنا او الكويري اوبجكت بتاعنا. الكويري اوبجكت قلنا ان انا بحدد مواصفات معينه للدوكمنت اللي انا عايزها. يعني انا مثلا لو عايز الدوكمنتس اللي فيها الايدج ب 20 كنت بقول له ايدج ونقطتين 20. طيب افرض انا عايز الدوكمنتس اللي الايدج بتاعها اكبر من 20. تيجي هنا بقى حاجة اسمها operations او operators. الاوبريتورز دي حاجة موجودة جوه المونجو دي بي نفسها، بتخليني ان انا اعمل عمليات معينة او حاجات على الدوكيومنتس بتاعتي او الكويري بتاعي. يعني انا مثلا بقول له انا عايز الايدج اللي هو اكبر من 20 او اقل من 20 او ايا كان، فبتخليني ان انا احدد مواصفات معينة للكويري. طيب عشان اعمل كده هاجي في الايدج، برضو دي اسم الحاجه اللي انا عايز اعمل بيها فلتر، فهقول له ايدج ونقطتين، ما بدلوش بقى القيمه. لو انا اديت له قيمه فده معناه ان انا بقول له يساوي، انا عايز الايدج اللي يساوي 20. انا بديله اوبجكت، والاوبجكت ده بحدد فيه المواصفات بتاعتي او الاوبريتورز اللي انا عايز استخدمها. احنا قلنا ان الكلمات الخاصه بالمونجو بتبدا بالدولار، زي ما جينا في الابديت 1 استخدمنا اللي هي الدولار ست عشان اعمل ست القيمه معينه. فهنا برضو نفس الموضوع، الاوبريتورز بتبدا بدولار. عندي اوبريتور اسمه جي تي، جي تي اختصار لجريتر زان. فانا كده بقول له انا عايز الايدج اللي جريتر زان وبديله القيمه بتاعتي. لو قلت له مثلا 20 فانا كده بقول له انا عايز كل الدوكيومنتس اللي فيها الايدج جريتر زان 20، يعني الايدج اكبر من 20. فانا لو جيت عملت سيف اعمل ريلود، جايب لي بس دوكيمنت واحده ان الايدج 21، ما جابليش الدوكيومنتس الثانيه الايدج بتاع 19 ولا 18، لا هو جاب لي بس الايدج اكبر من 20. فده كده اوبريتور اللي هو جريتر ذان او الجي تي. في عندي جي تي اي جريتر ذان ايكوال، فيجيب لي اللي هو اكبر من او يساوي 20. في ال تي اللي هي ليس ذان، وال تي اي ليس ذان او ايكوال. وفي عندي ال NE اللي هي not equal، يعني بقول له انا عايز documents اللي هي not equal 20، الايدج بتاعي لا يساوي 20، اي حاجه غير كده هاتها. يعني انا مثلا هنا لو قلت له 21 لان انا ما عنديش 20 اصلا، فهنشوف. هو طبعا لو مش موجوده يعني مش هيعمل لي مشكله، هو هيجيب لي برده كل الدوكيومنتس، بس احنا عايزين نشوف الاستثناء اللي هيعمله. جاب لي 19 وال 18، ما جابليش اللي هي ال 21. طبعا هنا الايدج بتاع احمد صفر، ممكن ان احنا نعدله نخليه 18.
اقول له ابديت. طيب ما علينا، يبقى دي كده الاوبريتورز بتاعتنا. في عندي اوبريتور تاني اسمه اي ان او ان. ان معناه يعني في، يعني بقول له هات لي الايدج اللي موجود في حاجه معينه، فبديله هنا مصفوفه، يعني مصفوفه من القيم هيدور عليها. يعني بقول له هات لي الايدج اللي تلاقي قيمته موجوده في القيم دي، فلازم اديله array. اقول له مثلا لو لقيت مثلا ايدج مثلا اللي هو 18 و 19 مثلا و 30 او ايا كانت القيم اللي انا عايزها، فانا بقول له هات لي الايدج اللي قيمته موجوده في الاراي دي، اللي قيمته ان الاراي دي. وفي عندي ان 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 اي ان يعني اللي هي نوت ان، يعني اي ايدج مش موجود هنا. دي كده اللي هي الفلتر اوبجكت او الكويري اوبجكت بتاعي. يعني انا بعمل اوبريتورز معينه على القيمه بتاعتي، يعني انا مش عايز بس ان الايدج مثلا يساوي 20، لا انا عايز اوبريتورز معينه عايز اعملها على القيمه بتاعه الايدج دي. طيب ساعات انا بحتاج اجيب دوكيومنتس بمواصفات مختلفه، يعني انا مش عايز بس الايدج مثلا بيساوي 20، لا انا ممكن عايز مثلا الايدج بيساوي 20 او اسمه احمد، يعني ما يهمنيش الايدج ايه، فانا عايز دي او دي. فانا عايز اقول له هات لي اي دوكيمنت بتطابق شرط من الشروط دي. نفس الكلام اللي انا قلته بالعربي من شويه، انا قلت له عايز اللي الايدج بيساوي 20 او الاسم بيساوي احمد، فانا عندي اوبريتور اسمه اور، وده الاوبريتور انا بستخدمه مباشره جوه الفلتر اوبجكت. يعني انا مش بحدد اسم الفيلد بتاعي او البروبرتي يعني بتاعتي وبدلها الاوبريتور، لا انا بستخدمه مباشره جوه الفلتر اوبجكت. بقول له الدولار اور، فدولار اور بتاخد مني اري، اري من الاوبجكتس، والاوبجكتس دي فلتر اوبجكت عادي جدا، وبتقول له هات لي اي دوكيمنت تطابق اي شرط من الشروط اللي موجوده هنا. فدي يعني لو انا عايز دوكيمنتس بمواصفات مختلفه. طبعا كل الاوبريتورز والحاجات دي بتساعدني ان انا اعمل يعني كويريز معقده واجيب يعني دوكيمنتس معينه من الداتابيز على حسب بقى السيناريو اللي عندي او الفكره اللي انا عايز اعملها. نيجي بقى لحاجه تانية مهمه برضو، الميثود فايند ممكن تاخد مني باراميتر تاني. احنا قلنا اول باراميتر هو الكويري اوبجكت بتاعي، تاخد مني باراميتر تاني وهو الاوبشنز. ايه الاوبشنز دي؟ انا هنا لما جيت اجيب الدوكيومنتس اللي موجوده عندي في الداتابيز، هو جابها لي بترتيب وجودها في الداتابيز اللي هو نفس ترتيب اضافتها. طيب انا عايز بقى اغير في الحاجات اللي بتجيلي دي، يعني مثلا انا عندي 50 دوكيمنت، مش عايز ال 50 دوكيمنت يجيوا لي، انا عايز مثلا 10 بس هم اللي يجوا لي. عايز مثلا افوت اول خمسه واجيب الخمسه بعدهم، او ايا كان اللي انا عايزه. انا عايز اعمل عمليات معينه على الدوكيومنتس اللي جايه، او عدد الدوكيومنت بقى او الدوكيومنتس نفسها، مش هحدد ايه الدوكيومنت اللي يجي، لا انا خلاص حددت ايه الدوكيومنت اللي يجي، عايز بقى الدوكيومنتس اللي جايه دي اعمل عليها شويه عمليات. فبدلها اوبريتور تاني او باراميتر تاني وهو اسمه الاوبشنز اوبجكت. الاوبجكت ده جواه مجموعه من الخاص، في خاصيه اسمها ليميت. ليميت يعني بقول له هات لي عدد محدد بس من الدوكيومنتس، ما تجيبليش كل الدوكيومنتس. هقول له مثلا القيمه بتاعته 2، فلما اقول له ليميت 2 فكده انا بقول له هات لي بس 2 دوكيمنت. بعمل ريلود هيجيب لي 2 دوكيمنت بس، اول 2 دوكيمنت. فده كده بالنسبه للخاصيه اللي هي ليميت، فليميت بتحدد عدد دوكيمنتس اللي انا عايزها. طيب في عندي بروبابيلتي ثانيه اسمها اسكيب. اسكيب من اسمها كده اعمل تخطي، يعني فوت لي كده بالبلدي، فانا بقول له فوت لي اول 2 وهات بقى اللي جاي بعد كده كله. طبعا انا ممكن اعمل دمج بين اكتر من حاجه، يعني ممكن اقول له مثلا اسكيب 2 وليميت مثلا 1، الليميت 1، فانا كده بقول له فوت لي اول 2 وهات لي بقى واحده دوكيمنت واحده من بعد كده، يعني انا عايز كده ثالث دوكيمنت عندي. فلو جيت اجرب قال لي محمد 18 وهي التالت دوكيمنت موجود عندي في الداتابيز، اللي هو فوت اول 2 وجاب لي دوكيمنت واحده بس. ده كده بالنسبه لسكيب وليميت. في عندنا بروبرتي ثالثه جدا مهمه جدا وهي سورت. سورت من اسمها ترتيب، انا بقول له عايزك ترتب لي الدوكيمنتس اللي جايه دي. طيب لو انا قلت لك رتب لي حاجه معينه، هتسالني سؤالين مهمين جدا، انت هترتبهم بناء على ايه؟ وهل الترتيب ده تصاعدي ولا تنازلي؟
هنا برضو نفس الموضوع او نفس الاسئله اللي هتسالها لك صوت، هترتب بناء على ايه؟ وهترتب تصاعدي ولا تنازلي؟ طيب اكتب لها الكلام ده ازاي؟ السنتاكس بتاع صوت بيقبل حاجتين، يا اما اوبجكت يا اما اري. طيب لو انا هستخدم السنتاكس بتاع الاوبجكت هحدد الحاجات ازاي؟ اول حاجه انا هرتب بناء على ايه؟ انا اقول له مثلا رتبهم لي بناء على الايدج. طيب بعد ما ترتب بناء على الايدج هترتبه تصاعدي ولا تنازلي؟ فهحدد القيمه بتاعت البروبرتي اللي اسمها ايدج، بحددها يا اما واحد يا اما سالب واحد. الواحد معناه تصاعدي، يعني انا قلت له الايدج بواحد فانا كده بقول له رتبهم لي بناء على الايدج، وواحد يعني تصاعدي، لو سالب واحد يعني تنازلي. فانا لو جيت عملت سيف وخليته يعني واحد، اعمل ريلود، جاب لي كل الدوكيومنتس ورتبها لي ترتيب تصاعدي حسب الايدج 18 وبعد 19 وبعدين 21. طيب انا لاحظ هنا ان محمد جاي قبل احمد، انا عايز بقى احمد قبل محمد، فانا كده عايز ارتب بناء على النيم، فممكن ادمجها عادي جدا، اضيف بروبرتي تانية انا كده واقول له النيم وخليه لي برضو واحد عشان يرتبه تصاعدي. لو جيت اشوف قال لي احمد وبعدين محمد، فهو رتب له بناء على الايدج وبناء على النيم، مفيش اي مشاكل. ده كده بالنسبه للسنتاكس بتاع الاوبجكت. طيب السنتاكس بقى بتاع الاري، بتاع الاري بياخد مني يعني array 2 dimensional. اول array هي بتمثل لنا الاوبجكت الكبير بتاعنا اللي احنا كتبناه من شويه، والاري اللي جوه او كل عنصر في الاري ديت عباره عن array ثانيه. الاري دي بتمثل لي بقى الكي فاليو بير بتاعي بتاع الاوبجكت، فبقول له اول عنصر في الاري هو اسم الحاجه اللي انا عايز اعمل صورت بناء عليها، فاقول له اعمل لي صورت بناء على الايدج، وتاني عنصر هو تصاعدي ولا تنازلي، فهقول له واحد عشان انا عايزه تصاعدي. طيب اجي هنا بقى اقول له تاني حاجه انا عايز برضك ترتب بناء على النيم وخليه برضه واحد. تعال نغير المره دي نخلي ديت سالب واحد، الايدج يعني نجيبه تنازلي. فلو جيت اعمل سيف واشوف جاب لي 21 19 وبعدين 18 18 ورتبهم لي بناء على النيم، رتبهم ترتيب تصاعدي، يبقى الايدج تنازلي والنيم تصاعدي. ده كده بالنسبه للسنتاكس بتاع الصوت. طبعا استخدم اللي انت تحبه، بتحب الشكل بتاع الاوبجكت استخدمه، بتحب شكل الاري استخدمه اللي رايح. اخر ملحوظه عندنا وهي انا ممكن استغنى عن الاوبشنز اوبجكت ده، اشيله خالص من جوه الفايند واستخدم بداله ميثود موجوده جوه الكرسر. يعني انا عندي هنا قلنا عارفين ان الفايند بترجع لي كرسر، لكن هنا كده بترجع كرسر. الكرسر ده جوه مجموعه من الميثود، زي الميثود اللي هي تو اري كانت بتحول الدوكيومنتس بتاعتي لاري عشان اقدر اتعامل معاها. في برضه مجموعه من الميثودز بتعمل نفس عمل الاوبشنز اوبجكت اللي احنا كتبناه من شويه، واسم الميثود بيساوي اسم الخاصيه اللي احنا كنا بنكتبها. يعني مثلا عندي ميثود اسمها ليميت، فليميت كده من اسمها انا بحدد عدد الدوكيومنتس اللي انا عايزها، بقول له مثلا ليميت 2 فانا كده بقول له هات لي 2 بس. وعندي ميثود ثانيه اللي هي السكيب، برضو انا بحدد لها عدد الحاجات او الدوكيومنتس اللي انا عايزه يتخطاها ويجيب من بعد كده. وفي ميثود اللي هي بتاعت السورت برضو بتاخد مني اوبجكت او اري، الاثنين شغاله وزي الفل. يبقى الاوبشنز اوبجكت هو ممكن استغنى عنه واكتب ميثود موجوده جوه الكرسر. وبرضو انا ممكن اعمل تشين للميثودز، تشين يعني انا اكتب ميثود وبعدين الثانيه والثالثه وهكذا. يعني انا عارف ان السورت موجوده جوه الكرسر اللي راجع من الفايند، ممكن اكتب دوت سورت وبعدين دوت اري، فبرضه هينفذها لي على الكرسر بتاعي. فانا كده بعمل تشين للميثود، ان انا بنفذ اكتر من ميثود على نفس الاوبجكت، يعني بنفذها ورا بعض او بكتب الميثودز بتاعتي ورا بعض بالطريقه دي. ودي كده الكراد اوبريشنز واهم الحاجات المتعلقه بيها، يعني ازاي تتعامل مع الداتا بيز عامه. يعني انت اهم حاجه في الداتا بيز هي عمليات الكراد، انت تضيف حاجه، تحذف حاجه، تعدل حاجه، تجيب البيانات اللي موجوده عندك، الكلام ده دي اهم حاجه يعني تخصك في الداتابيز. وتعرفنا برضه على شويه اساسيات في الكويري اوبجكت بتاعنا. طبعا انت ممكن تتعمق اكتر في الموضوع ده عن طريق الدوكيمنت بتاع الدوكس بتاعت
المونجو دي بي الداتابيز نفسها او المونجو درايفر اللي احنا بنستخدمه مع النود. ممكن تدخل على الدوكيومنتس وتقرا اكتر وتشوف ايه الميثودز اللي موجوده جواه يعني، وتتعرف عليها اكتر وتتعمق في الموضوع اكتر. لكن دي كده يعني اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها واللي تمشيك يعني في اي بروجكت. طبعا ممكن يعني تجيلك افكار انت محتاج تعمل سيرش عنها اكتر، لكن ديت يعني معظم الافكار اللي موجوده في اي بروجكت انت هتعمله. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.